أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الهدية والصدقة من حيث الأجر؟ الصدقة غير الهدية، الصدقة تعطيها للفقير، أما الهبة تعطيها للفقير وللغني، تهب لمن تشاء فقيرا كان أو غنيا، أما الصدقة فلا تصح إلا للفقير والمسكين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.